أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج اللغة الإيطالية بمنصة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم. كالعادة بيسعدني أصطحبكم النهاردة أنا السنيورة إيمان سعيد بمدرسة أحمد زويل بشرق مدينة نصر التعليمية، ومعايا زميلتي العزيزة السنيورة سهام محمد بمدرسة حمزة ابن عبد المطلب بمحافظة الجيزة. أهلا بك يا سنيورة سهام. أهلا بحضرتك يا سنيورة إيمان. احنا طبعا بيساعدنا ان احنا نقدم منصه البث المباشر تحت اشراف ورعايه توجيه عام اللغه الايطاليه. النهارده ابناء الطلبه هنشتغل مع بعض اونيتا كواترو، الوحده الرابعه، ودي طبعا هي اول وحده من وحدات الترم الثاني. الوحده عنوانها دي دوفي ساي. كنا قلنا قبل كده ان دي دوفي ساي معناها من اين تكون، وان احنا لما بنحط حرف جر قبل اداه الاستفهام بيغير المعنى. بدأنا الوحدة الرابعة الأسبوع اللي فات، النهاردة إن شاء الله هنكمل فيها وهنشتغل بقى مع بعض دلوقتي الجراماتيكا، وهنشوف إيه هي الأفعال اللي بتنتهي بإيران. كنا أخذنا الأفعال في اللغة الإيطالية بشكل عام، وقلنا إن إحنا عندنا الأفعال بتنقسم لثلاث مجموعات في اللغة الإيطالية: أفعال بتنتهي بأري، وأفعال بتنتهي بإيري، وأفعال بتنتهي بإيري. اللي احنا بنقوله ده تقسيم الأفعال من حيث المصدر. ويعني ايه المصدر؟ المصدر بتاعي هو الفعل بدون ما أضعه في زمن معين أو بدون ما أسنده لفعل يكون مسؤول عن حدوثه. أخذنا الترم الأول احنا ازاي بنصرف الفعل في اللغة الإيطالية، وهنصرفه في البريزنت إنديكاتيف، ويعني في زمن المضارع الإخباري. المضارع الإخباري في اللغة الإيطالية هو تقريباً مضارع البسيط، وهو المضارع المستمر، وهو المضارع التام في اللغة الإنجليزية. وعرفنا الترم الأول إحنا إمتى بنستعمل زمن المضارع. في مضارع تاني في اللغة الإيطالية اسمه الكونجونتيفو، وده غير مكرر على طلبة المرحلة الثانوية. إن شاء الله لو كملنا في دراسة اللغة الإيطالية هندرسه في الجامعة بإذن الله. المضارع بتاعنا هو الفعل، أو إحنا بنستعمله إمتى؟ بنستعمله في الحقائق. يعني أنا لو حبيت أقول إن مصر في إفريقيا أنا هستعمل زمن البريزنت إنديكاتيفو، هقول جيتو إين أفريكا. لو حبيت أتكلم أو أعبر عن حاجة مستمرة الحدوث أو بتحدث الآن هستعمل زمن المضارع الإخباري، يعني مع كلمة أورا وأديسو الآن. هنستعمل برضو المضارع الإخباري مع الأفعال المتكررة الحدوث زي ما بنستعمل البريزنت سيمبل في اللغة الإنجليزية، وهنبقى ندرس بالتفصيل بعد كده إيه هي الكلمات الدالة عليه. وبرضه لما يكون في عندي حدث ابتدى من الماضي بس ما زال مستمر الى الان، اللي هي انتظرت فتره زمنيه، برضه بنستعمل المضارع الاخباري اللي هو البريزنت انديكاتيف. هسيبكم بقى مع السنيوره سهام. سنيوره سهام، تحبي تشرحي للشباب التصريفات؟ احنا كنا ده بدانا طبعا بيها وما كملناهاش الحلقه اللي فاتت. نقول ان احنا الجزء ده اخذناه في الترم الاول، واحنا هنضيف عليه جزء بسيط جديد في الترم الثاني. عندنا زي ما السنيوره قالت دلوقتي ان احنا عندنا الافعال بتنتهي باري او ايري او ايرا. هذه الافعال لما تنتهي بهذه النيات بتبقى في حاله المصدر، وعلشان اصرفها في زمن البريزنت انديكاتيفو يعني المضارع الاخباري زي ما السنيوره بتقول، المفروض ان انا اول حاجه بعملها بحذف هذه النهايات وببدا احط نهايات جديده مع الضمائر اللي انا حافظاها. طبعا عندي زي ما احنا شايفين على الشاشه هنلاقي ان انا عندي بحذف النهايه، يعني المجموعه الاولى او المجموعه الثانيه او المجموعه الثالثه لياري او ايري او ايري، وبحط مع ايو حرف الاو. يعني على سبيل المثال لو انا بقول مثلا عايزين نحط فيرب دورمير او بارلاري في البريزنت انديكاتيفو، هقول بارلاري معناه يتحدث. لما اقول بارلاري اخره اري يبقى كده في حاله المصدر. عايز اقول انا اتحدث اللغه الايطاليه يعني هستخدمه هنا، يعني هدخل الفيرب ده هصرفه مع ايو، يبقى ساعتها هنشيل الاري واحط او، فاذا انا اقول ايو بارلو. Io parlo la lingua italiana، يعني أنا أتحدث مثلا اللغة الإيطالية. وكمان لو هحطه كمان مع فيرب دورمير اللي بينتمي للمجموعة الثالثة نفس الكلام، هشيل إيري وكمان هحط أو، أقول إيو دورمو. يبقى عندي سواء الفيرب مجموعة أولى أو ثانية أو ثالثة بشيل النهايات اللي قدامي وبحط مع إيو أو، مع تو بحط الإي، مع اللوي واللاي بحط الأ أو الإي زي ما إحنا شايفين. يعني إيه مرة الأ ومرة الإي؟ على حسب الفيرب ده هل بينتمي
تنتهي الى بآري او بإيري او بإيرة. اذا لو الفيرب مجموعه اولى فبشيل آري وبحط الآ، لو مجموعه ثانيه او ثالثه بشيل إيري او إيرة وبحط الإي. يعني مثلا على سبيل المثال هقول لوي بارلا، هنا فيرب بارلاري بيعتمد مجموعة الأولى، فإذا لما أجي أصرفه مع لوي ولي أقول لوي بارلا الإيطاليانو، هو يتحدث الإيطالية، فإذا حطيت هنا الآ. إنما لما أقول دورميري هصرفه مع لوي ولي، ساعتها أقول لوي دورمي أو لاي دورمي، يعني هحط الإي. إذا عندي أنا بحط الآ لو كان مجموعة أولى الفيربو، وبحط الإي لو كان الفيربو مجموعة تانية أو مجموعة تالتة. طيب مع نوي بنحط مقطع على بعضه، مش بحط احرف. خلي بالنا ان الثلاث حاجات الاولانيين زي ما احنا شايفين ايه وتولي ولي عباره عن احرف، بنغير بس الاحرف دي. انما مع نوي بحط مقطع كامل عباره عن اربع حروف زي ما احنا شايفين، واحنا بنسميه يامو اللي هو ايه، بنحطه في الثلاث مجموعات. يعني اي فيرب ينتمي لاي مجموعه هصرفه مع نوي، اقول نوي مثلا بارليامو، نوي دورميامو، وهكذا. فوي مع فوي خلي بالنا النهايات بتختلف على حسب كل مجموعه. يعني عندي مثلا اعتي في لو كان الفيرب بينتهي باري، وعندي ايتي لو كان الفيرب بينتهي بايري، وعندي ايتي لو كان الفيرب بينتهي بايري. يبقى انا مثلا عندي اخلي بالي بقى من نهايه الفيرب، يعني مثلا عندي بارلاري اقول فوي بارلاتي، انما لو عندي مثلا كريدري اقول فوي كريديتي، لو عندي إيرة يعني فيرب زي فيرب دورميرة هقول مثلا فوي دورميتة. يبقى آتة أو إيتة أو إيتة، يبقى هنا ده الفيرب متصرف مع فوي. مع لورو كنا أخذنا أنو أو أونو أو أونو زي ما موجود على الشاشة، يعني لو الفيرب مجموعة أولى أقول لورو بارلانو، إنما لو عندي الفيرب مجموعة تانية أو تالتة أقول لورو دورمونو. يبقى نخلي بالي من النهايات، وأنا عارفة إن أنتوا حافظينها طبعا من الترم الأول. طب ايه الجديد اللي ممكن نقوله الترم الثاني؟ ان احنا عندنا مجموعه من الافعال اللي بتنتمي للمجموعه الثالثه، يعني بتنتهي بايره. هذه الافعال اللي اخرها ايره بيبقى ليها وضع خاص شويه، وهنحط لها حاجه كده معينه هنقول عليها دلوقتي، خليكم معانا. طيب زي ما احنا شايفين هنا جايب لي البريزنت انديكاتيفو ترسا جونيكاتسيوني ايرا، يعني هناخد المضارع الاخباري من في المجموعه الثالثه من الافعال اللي بتنتمي للمجموعه الثالثه. طب احنا خدنا الافعال المجموعه الثالثه زي مثلا دورمير اقول ايو دورمو تو دورمي، ما حطيناش اي حاجه خالص، ده انا عادي اهو صرفنا عادي. حطينا مع ايو الاو ايو دورمو، شلنا الايري الاول عشان بس الناس بتتلخبط وتقول ايه، اقول له صرف مع ايو يقول لي ايه ايو دورميرو، لا يعني ما بيشيلش الايري، لا لازم نشيل الايري الاول اللي ثلاث احرف الاخيره، وابدا اقول ايو دورمو تو دورمي. لوي ولاي، ولاي اللي هي خاصه بالاحترام، لوي الاولانيه اللي هي عباره عن هو، لي اللي هي، انما لي بالكابيتال يعني كابيتال كده يعني حرف كبير، بيبقى هنا خاصه بصيغه الاحترام. يعني لما اقول ودي هناخدها لفورما دي كورتيزيه، يعني صيغه الاحترام اللي معناها حضرتك او حضرتك باللغه الايطاليه، في الثلاث احوال دول او سواء هو لوي الخاص بايه بهو او لي او لي للاحترام، الثلاثه بياخدوا نفس التصريف في اللغه الايطاليه. فطالما الفيرب بينتهي بايري فهياخدوا ايه، هقول لوي دورمي، noi dormiamo، voi dormite، loro dormono. اذا عندي هنا فيرب دورمير هو من الافعال العاديه اللي احنا صرفناها في الترم الاول، وجميله جدا. طب ايه تاني بقى الجديد اللي انا هقوله دلوقتي؟ كله على فيرب بريفيريري والافعال اللي بتاخد المقطع اسك. يعني ايه؟ هنقول ان انا عندي مجموعه من الافعال اللي بتنتمي للمجموعه الثالثه، يعني اخرها ايره، وهذه الافعال قبل ما اصرفها التصريفات العاديه بتاعتنا ديت، يعني قبل ما احط مع الاي وبحط او، قبل ما احط مع التو بحط الاي، قبل ما احط هذه النهايات العاديه بضيف لها المقطع ايسك اللي هي اي اس اتش، بضيفها قبل ايه النهايه اللي احنا متعودين عليها. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا عايز اصرف فيرب بريفيريري مع ايو، طيب احنا بنشيل العادي بشيل ايره، تمام شلنا ايره، هيفضل يعني سينورا سيهام انا فيرب بريفيريرا لما احب اصرفه ممكن اشيل الايره واكتفي بان انا احط او تبقى بريفيرو.
لا خالص، هو من الافعال اللي احنا لسه هنقول عليها دلوقتي، عباره عن 7 افعال علينا. يعني هو طبعا القاعده بتشمل افعال مش اكتر من كده، مليان. ولا طبعا طبعا القاعده بتشمل افعال اكتر من كده، ولكن احنا علينا في المنهج بتاع سنه اولى عندنا 7 افعال قبل ما نصرفهم التصريف العادي. ال7 افعال دول بينتموا للمجموعه الثالثه، يعني اخرهم ايره، قبل ما اصرفهم التصريفات العاديه بضع لهم المقطع ايسك مع كل الضماير ما عدا مع النوي والفوي. هنشوف دلوقتي واحنا بنصرف فيرب بريفيريره. يعني العادي ان انا لو عندي فيرب بريفيريره ده المفروض ان انا بشيل ايره، وبعد ما بشيل ايره اقول ايو، المفروض ان انا مع ايو بحط الاو، تمام، هاخد نص الفيرب او ما تبقى من الفيرب الاحرف دي، ومفروض ان انا قبل ما احط الاو بحط كمان ايسك زي ما هو جايب لي كده في كتاب المدرسه. هل هختار هنا ايه، بريفيريس كونو ولا بريفيريش ولا بريفيريس كو؟ لا طبعا احنا عارفين ان مع ايو بياخد الاو، يبقى انا عندي مع ايو اخذنا الاو، بس قبل ما احط الاو حطيت كمان يا سنيوره ايمان المقطع ايسك اللي هو اي اس اتش قبل الفيرب. طب هل ده بنعمله مع كل الافعال يا سنيوره ايمان؟ يعني احنا لو بصينا على فيرب دورمير الناحية التانية، احنا هنلاقي هنا دورمو، ما حطيناش اسك، ما قلناش دورميسكو. بالظبط كده. اذا عندي القاعده دي بتنطبق على مجموعه فقط من الافعال اللي علينا منهم 7 فقط، واللي هنقوم بترجمتهم دلوقتي، وندي كده للطلبه بتوعنا كواجب كده ان هم يصرف لي كل الافعال زي ما احنا مصرفنا النهارده. إيه هنصرف دلوقتي فيرب بريفيريرا، تمام. يبقى اول حاجه بعملها ان انا بشيل النهايه وبحط او، بس قبل الاو بحط اسكي زي ما احنا ما قلنا، وخلي بالي من النطق كويس قوي، لان انا عندي لما اجي انطق هنا الاس وبعديها تشي واو، المقطع ده هينطق اقول ايه، بريفيريسكو، هنطق الاس عادي، والتشي احنا متعودين عليها لما يكون بعديها حرف الاو بتنطق كاف يعني كي، فانا بقول بريفيريسكو. انما طبعا لما ننزل طبعا على تو هيبقى الوضع مختلف. خلي بالنا من تو، احنا عندنا تو بنحط الاي، حطينا الاي اهو زي ما حطينا مع دورمي، بس خلي بالي ان انا احط كمان قبل اي بحط المقطع ايسك. طب خلي بالي بقى، هل هنا هنطق ازاي؟ ها اقول تو بريفيريشي، بريفيريشي المقطع على بعضه اللي هو اس تشي اي بينطق كله شين زي ما احنا شايفين، اقول بريفيريشي تو بريفيريشي ايو بريفيريسكو، يعني انا افضل ايو بريفيريسكو انما تو بريفيريشي. مع لوي ولاي متعودين بنحط الاي، احط الايه ليه؟ ما احطش الاي يا سينيورا، ليه ما احطش الاي؟ عشان في ناس كتير بتعملها. علشان احنا عندنا طبعا افعال المجموعه الاولى اللي هي البريمو جروب فقط، اللي هي بيوضع في البريزنت مع لوي ولاي بيوضع حرف الا، اما افعال السيكوند جروب والترسو جروب بيوضع حرف الايه. بالظبط كده. يبقى احنا ما ينفعش اقول ان انا هنا هحط الا، لا مع لوي ولاي انا هنا هحط الايه، لان الفيرب بينتمي للمجموعه الثالثه، فاذا هو في الطبيعي في القاعده بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها وحافظينها ان في الترسو جروب بناخد الايه. يبقى انا عندي اقول لوي بريفيريش اللي هي اني واحده من دول، طبعا ها اللي هي دي، عندي هنا حط لي الفيربو، حط لي اهو الفيربو ايسك، وحط الايه، الايه زي ما احنا شايفين على الشاشه. يبقى هنا اقول لوي او لاي لصيغه الاحتراف، هقول بريفيريش على سبيل المثال، مثلا اقول لوي بريفيريش ليتاليانو، تمام. يبقى اقول ايو بريفيريسكو انما انزل بريفيريشي مع تو، بريفيريشي مع لوي ولاي اقول بريفيريش. خلي بالنا من نطق كويس. تعالوا بقى نكمل، هل هحط مع النوي هحط ايسك او بعدين احط ايامو؟ نو no. لا تمام. طب ليه يا سينيوره بقى، الناس الطلبه بتقول لي بقى انا ليه ما احطش ايسك مع نوي وفوي؟ هي القاعده بتقول لك كده، قواعد لغويه ما ينفعش ان احنا نقول ليه ما خدناش هنا ايسك مع نوي وفوي، فطبعا هي القاعده بتقول لي كده ان انا اخد مع كل الضماير ايسك ما عدا مع نوي وفوي، هحط النهايه العاديه اللي احنا متعودين عليها اللي هي اقول ايامو مع نوي واقول ايت مع فوي بدون وضع ايسك زي ما احنا شايفين على الشاشه، اقول نوي بريفيريامو فوي بريفريت. انما عندي مع لورو بقى ارجع تاني اخد ايسك، ما انساش بقى، يعني انا هقول ايسك مع كله ما عدا النوي والفوي بس، ما نقولش كمان ان لورو مش هتاخد ايسك، لا لورو هتاخد ايسك كمان. فخلي بالنا ان انا هحط طبعا ايه زي ما احنا شايفين الفيرب، بقيت الفيرب واحط المقطع ايسك وهاخد ايه اونو، يبقى اقول بريفريسكونو، بريفريسكونو يعني هم يفضلوا. يبقى انا عندي دلوقتي هقول لو انا هنطق من اول اقول ايو بريفريش، لا ايو بريفريسكو الاولانيه طبعا، هل اخد بريفريش؟ لا ايو بريفريسكو تو بريفريشي لويولي بريفريش نوي بريفريامو فوي بريفريته لورو بريفريسكونو، تمام كده. دي عن طب ايه هم بقى الافعال اللي زي دورميره والافعال اللي زي بريفريره، يعني ايه الافعال اللي مش هتاخد ايسك وايه الافعال اللي بنحط لها ايسك؟
عندنا اي فيرب ينتمي للمجموعه الثالثه زي ما احنا شايفين، زي دورميري بيصرف زي دورميره، عندنا ابريره وافريره وبارتيره وسنتيره وجايب لي اتشترا، يعني معنى كده افعال تانية كتير غير دول، بس يعني ايه احنا هنقول ان هي دي الافعال المفروض ان احنا ايه نعرفها ونعرف معانيها. ونخلي بالنا اي فيرب تاني هيقابلنا في الكتاب بتاعنا هيبقى من الافعال العاديه، اما السبعه اللي تحت دول هيبقى من الافعال ايه اللي بتاخد المقطع اسك، فاحنا المفروض نعرف الافعال السبعه اللي تحت دول. أنا طيب بقترح لو احنا يا سينيورة سهام إن الطلبة إن شاء الله يحاولوا يدخلوا يشوفوا في القاموس ويشوفوا على النت بعض الأفعال اللي بتنتهي بإيرة، ويحاولوا إن هم يعرفوا يجيبوها من القاموس، يعني غير الأفعال اللي إحنا أخدناها هنا حتى عشان تبقى فيه ركيزة للغة، يحاولوا يجيبوا بعض الأفعال اللي بتنتهي بإيرة ويشوفوا يا ترى هي بتصرف في التصريف العادي ولا هي من المجموعة اللي بتاخد اسك. تمام ماشي. احنا طبعا دورميرة معناه ينام باللغة الإيطالية، وطبعا هيبقى تصريفه عادي. ابريرة معناه يفتح، وطبعا تصريفه عادي. وفريرة يعرض، بارتيرة يرحل، سنتيرة يشعر أو يحس. طبعا دول أفعال هتتصرف عادي بدون وضع إيسك، يعني أقول إيو دورمو، إيو أبرو، إيو أوفرو، وهكذا إيو بارتو وهكذا. انما عندي كومي بريفيريري، افعال زي بريفيريري، بريفيريري معناه يفضل، وخلي بالنا ده فيرب مهم جدا بيجي لي في القطعه وخلي بالك جدا منه. بريفيريري معناه، وكمان ممكن يجي لي طبعا في الايميل او في التيمه، فخلي بالي من تصريفاته. احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نصرف في الفيرب، اذا ازاي احط الفيرب ده في اون فرازه، احطه في جمله، ما ينفعش هو يكون جايبها لي مثلا من الكلمات اللي انا استخدمها في التيمه ويقول لي مثلا استخدم فيرب بريفيريري، وانا لما اجي اصرفه اقول ايو بريفيرو او ايو بريفيريري، بريفيرو. بريفيرو. مثلا لا طبعا، يعني مش هينفع ان انا استخدم الفيرب في حاله المصدر يعني ايره، او هستخدمه بدون ما احط المقطع اسك قبل ما احط الاو. يبقى احنا خلي بالنا بناخد كده عشان ايه الافعال دي، عشان واحنا بنكتب نعرف نكتب كويس في اللغه الايطاليه. بريفيريري يفضل، فينيري ينهي، كابيري يفهم، سبيديري يرسل، بوليري ينظف، كياريرا يوضح، وكوستروير معناها يبني، وهنا ايه او يشيد، وهنا طبعا جايب لي اتشترا، يعني مش هم دول بس الافعال اللي بتاخد المقطع ايسك، ولكن في افعال تاني بتاخد المقطع ايسك، ولكن اللي علينا منهم في المنهج بتاعنا السبعه دول بس. يا ريت نعرف المعاني بتاعتهم ونعرف ان السبعه دول بياخدوا ايسك، وابدا اتدرب انا كطالب امسك اي فيرب من هذه الافعال كده وانا قاعد اكازا في المنزل، وابدا مثلا مثلا اختار فيرب كبيره وابدا اشيل النهايه بتاعته اللي هو الايره، وضع النهايات اللي قلنا عليها بالاضافه الى المقطع ايسك مع كل الضماير ما عدا مع النو والفوي. يعني عايز اقول ان ناس كتير بتغلط وهي بتعمل الحركه دي، خصوصا ان بيحطوا ايسك مع النو والفوي. لا خلي بالنا لما انا ادرب نفسي اكتر مره يقوم لما اغلطش ابدا، واعرف ان ايه اللي بياخد ايسك وايه اللي مش بياخد ايسك. طب في انا ستودنتسه يعني مياكيستو سالتني انا دوماند يعني مولتو امبورتانتي، يعني قالت لي سؤال مهم، طالبه كده سالتني سؤال مهم، يعني انا ليه هعرف يعني ما هو كده كده جاي هيجيب لي الاختيارات في الامتحان، انا ليه هعرف اذا كان الفيرب بياخد اسك او ما بياخدش اسك، انا كده كده لما اجي اعمل اون زيمبيا اي مثال عندي او مثلا هيجي لي في الامتحان في الليزامي هيجي لي اختيارات، فهو اوريدي هيبقى ايه مصرف الفيرب اصلا، هيقول لي مثلا ايو هل بتاخد بريفريسكو ولا بريفريشي ولا بريفريشي. سؤال المقال يا سنيورة، يعني هو لما يقول لي مثلا في انا دوماندا في الايميل مثلا يقول لي مثلا كيكوزا بريفريشي مثلا، هل انا هقول بريفريشي في السؤال هاخدها نفسها هي في الاجابه؟ لا اكيد نو، صح ولا لا؟ خصوصا بقى لو انا عندي الاسئله دي في ثانويه عامه يعني، فبالتالي طبعا انا هنا يعني الدرجه تفرق معايا كتير قوي، فخلي بالي من تصريف الفيرب عشان لما اكتبه كمان في الاسئله المقاليه. لو هو جايب لي فيرب بريفيريري قال لي مثلا يا سينيورا ديسكريفي مثلا لا تو اميكا مثلا كيارا، وجايب لي من بعض الكلمات اللي انا المفروض استخدمها وجايب لي في النص فيرب بريفيريري، هل انا هنا مش عارف استخدم، هل اقول كيارا بريفيريرا؟ لا اكيد لا، طبعا. بس ساعتها طبعا لازم استخدم فيرب بريفيريري واستخدمه صح، استخدمه صح بان انا اعرف اصرفه صح، يعني احط له المقطع اسك اقول مثلا كيارا بريفريش لا لينجوا ايطاليانا، كيارا بريفريش لا ستوريا مثلا، كيارا بريفريش كوالسيسي كوزا، يعني اي شيء. فبالتالي هنا مش بس انا بستخدمه في الاختيارات بتاعتي في السؤال الجراماتيكا، ولكن كمان انا هستخدمه في حاجات تانية كتير في الاسئله المقاليه، غير ان انا طبعا هكون عارفه معناه في القطعه لما يجي لي في القطعه وغيره طبعا. دي كده كانت الافعال. السنيور ناخد سيرشيتسو، اتفضل السنيوره.
دلوقتي طبعا سينيورة سيام شرحت لنا الأفعال اللي هي مجموعة الأفعال اللي في المجموعة الثالثة اللي هي بنضع فيها مقطع اللي هي الـ ESG. طبعا احنا مش بس الأسئلة اللي هي المقالية زي سينيورة سيام ما تفضلت وقالت، أنا أتمنى إن الطالب طالب المرحلة الثانوية يبص للغة اللي هو بيتعلمها على إن هي لغة، فإحنا بنحاول إن احنا نعلمكم اللغة مش بس كمادة دراسية، يعني أنا أحب إن الطالب عندي يكون مثقف في اللغة بحيث ان انت ان شاء الله هتوصل بعد نهاية المرحلة الثانوية لمستوى معين في اللغة الإيطالية، فأتمنى ان انت تبقى يعني مع المدرسين بتوعك، مع اهتمامك، مع مطالعتك باستمرار للنت والحاجات اللي موجودة على النت، حتى اللي هي لا تتعلق بس، يعني نوسع مداركنا شوية، لا تتعلق فقط بالدروس المحدودة اللي عندنا، نحاول يا أولاد ان احنا نتعلم كلغة. فاحنا بندي لك النواة اللي على اساسها تقدر تكمل بعد كده، عشان كده احنا يا ريت ان احنا نبحث عن المعلومة مش بس ناخد المعلومة زي ما هي بتوجه لينا، حاول دايما ان انت تبحث عن المعلومة تبقى معلوماتك اكتر. هنشوف هنا كوالك ايزرشيتسيو، هنشوف هنا بعض التمارين، شيلي لا ريسبوستا داتا، اختار الاجابة الصحيحة. نشوف هنا باولو ايطاليانو، طبعا احنا قلنا ان احنا عندنا اول حاجه ان انا بحاول اشوف مين الفاعل بتاع الجمله. الفاعل بتاع الجمله هنا هو باولو. هبص كده نشوف الاختيارات، كابيشي، كابيامو، كابيشي، كابيسكو. يا ترى هنا باولو، هاخد الفعل اللي بينتهي بالاو زي باولو، طبعا احنا عارفين ان ده يعتبر خطا متكرر، ان انا هنا بلاقي الفاعل بينتهي بالاو، باخد الفعل كمان بالاو. طبعا احنا بنقول لا، احنا هنا هنحاول نشوف باولو هو باولو مين، اغلب اسامي الاولاد في اللغه الايطاليه بتنتهي بالاو. باولو في الضمائر المفرده ما هوش ايو وما هوش تو لان ما فيش فيرجولا ورا الاسم، يبقى باولو هنا هو الفاعل لوي، يبقى هنا باولو لوي. هبص النهايات، يا ترى كابيشي ولا كابيامو ولا كابيشي ولا كابيسكو، طبعا زي السنيوره فيها ما شرحت لنا إن لوي الفعل هنا هينتهي بإيشي، يبقى باولو كابيشي الإيطاليانو. معناها إيه؟ معناها باولو يفهم الإيطالية. نمرو دو، إيو إي كومبيتي ألي ساي. إيو إي كومبيتي ألي ساي. طبعا في حالة لو الفاعل السوجيكت بتاع الجملة بتاعي ضمير الدنيا بتبقى أسهل كتير. طبعا هشوف هنا الاختيارات، فين إيامو بتنتهي بإيامو، إحنا عارفين كده الفاعل يبقى نوي. فينيسكو، فينيتي، فينيشي، يبقى طبعا احنا عارفين ان احنا هناخد الفيرب بينتهي بالاو. ايو فينيسكو اي كومبيتي الي ساي، ايو فينيسكو اي كومبيتي الي ساي، انا انتهي من الواجبات في السادسه. نومرو 3، تو اونا لترا اليسترو، تو اونا لترا اليسترو، سبيديشي، سبيديشي، سبيديامو، سبيديسكو. فيرب سبيديري معناه يرسل، انا انت ترسل خطاب للخارج، يبقى هناخد ايه؟ هناخد تو. ايوه متفقين ان تو في البريزنت انديكاتيفو الفعل فيها بينتهي بالاي، يبقى تو سبيديشي اونا لترا اليسترا. نومرو 4، نوي لا بيتزا، نوي لا بيتزا، بريفيريشي ولا بريفيريسكو ولا بريفيريامو ولا بريفيريتا، نحن نفضل البيتزا، يبقى نوي زي ما بنقول نوي سيامو نوي ابيامو، تبقى نوي بريفيريامو، نوي بريفيريامو لا بيتزا. نومرو 5، اخر تدريب هنا، البادري اد ايو، البادري اد ايو، لا ماكينا، السوجيتو بتاع الجمله يا ترى هو البادري ولا ايو؟ ايوه البادري وفي معاه اد ايو، البادري اد ايو الأب وأنا، يبقى سوجيتو هنا هو الضمير نوي نحن، وطبعا نوي في البريزنت انديكاتيفو بتنتهي بإيامو، يبقى البادري إد إيو برينديامو لا ماكينا، أنا والأب أو الأب وأنا نأخذ السيارة. هنشوف بعد كده، خلصنا الجراماتيكا، هنشوف بعد كده حاجة تانية مولتو انترسانتي، اون ديالوجو. الديالوجو ده بيعلمنا إمتى نستعمل لا فورما دي كورتيزيا. لا فورما دي كورتيزيا هي لا فورما فورمالي، الصيغه اللي هي الفورمال الرسميه. يا ترى انا بستعمل لا فورما دي كورتيزيا كواندو بوسو داري دي لاي او انا بيرسونا، امتى اقول لشخص حضرتك؟
يا ترى هنا انا هقول لماما او لبابا او لاميا سوريلينا، احنا هنا هنستعمل لفورما دي كورتيزية، صيغة الاحترام، لما اكون بكلم حد بلقب، بكلمه بلقب يعني في تكليف بيني وبينه، يعني اقول له بروفيسوري، اقول له سينيوري، سينيورينا، دكتوري، او بروفيسوريسا. سينيورا سيهام، تحبي نقول الديالوج ده مع بعض؟ ماشي سينيورا اتفضل. طبعا الديالوج ده هنا بيقول لنا اونا ديلي بيرسوني اوزا لا فورما دي كورتيزيا، يبقى هنا شخص هيستعمل صيغه الاحترام. ده ديالوج ما بين البروفيسور روسي وما بين كيارا. البروفيسور روسي بيقول لكيارا، تو ساي كيارا زانيتي، هل انت كيارا زانيتي؟ سي بروفيسوري، اي لي كومي سي كياما؟ Io sono il professore Aldo Rossi. Non sei fiorentina, vero? Di dove sei? Ti pare, i lei è di Firenze? No, sono di Perugia. E quale materia insegna? Insegno matematica. Sei brava in matematica? Abbastanza, ma preferisco la storia. Grazie signora Sihem. طبعا احنا هنا عندنا la forma di cortesia، صيغة الاحترام. هنشوف هنا البروفيسور روسي بيتكلم مع تلميذة عنده الأستاذ، فبيقول لها أنت كيارا زانيتي؟ هي ردت طبعا لما يقول لها أنت تكونين، أكيد طبعا البروفيسور مش هيقول للتلميذ بتاعه حضرتك، فبيقول لها أنت هل تكونين كيارا زانيتي؟ طبعا هنا ملاحظين أنا ما عنديش أداة استفهام، عندي هنا بسأل بهل في اللغة الإيطالية بنسأل بالفيرب على طول. فقالت له سي بروفيسوري، نعم يا بروفيسور. إلي، طبعا هنا هنلاحظ ما قلتلوش إي تو وإنت، قالت له لي. وملاحظين هنا إن لي بأونا لترا اللي هي أول بريما لترا، أي أونا لترا مايوسكولا. لي حضرتك، يبقى هنا بنستعمل المايوسكولا اللي هي الكابيتال لتر حتى لو في وسط الجملة. يبقى أنا عندي هنا لا فورما دي كورتيزية، صيغة الاحترام، بقول للشخص اللي قدامي لي. لي حضرتك أو حضرتك، سواء بكلم مذكر أو بكلم مؤنث. إلي وحضرتك كومي سي كياما، طبعا ما قلتلوش إي تو كومي تي كيامي. لو أنا بكلم حد من سني، حد ما بكلموش بلقب، هقول له تو إي تو كومي تي كيامي، لكن أنا هنا بكلم البروفيسور فقلت له إلي كومي سي كياما، وحضرتك اسمك إيه؟ طبعا البروفيسور روسي لما يجي يرد مش هيقول حضرتي اسمي، هيقول أنا أكون. فالسنيور بيقول Io sono il professore Aldo Rossi. أنا أكون البروفيسور Aldo Rossi. وكمل الحوار وقال لها Non sei fiorentina. أنت مش من فلورنسا. فيورنتينا هنا دي البلد اللي هي اسمها فيرنسي، وطبعا النسب منها بيبقى فيورنتينو. لما بتبقى بنت تبقى فيورنتينا. Non sei fiorentina. Vero? أنت مش من فلورنسا. مش كده؟ Di dove sei؟ دي دوفي ساي، من أين تكونين؟ طبعا احنا قلنا دي دوفي ساي، أنا هنا كيدو لوريجينا لا بروفينينسا، كيدو لا ناسيوناليتا، من أين تكونين؟ ردت قالت دي باري. طبعا هنا ممكن تقول ايو سونو دي باري، بس طبعا احنا ايه زي سينيورا سيهم قلت لنا المرة اللي فاتت بيميلوا الإيطاليين للاختصار. دي باري، من باري. ايه لاي وحضرتك، ايه دي فرنسا وحضرتك، هل تكون من فيرنسا؟ راح قال لها نو سونو دي بيروجيا، لا انا من بيروجيا، مدينه بيروجيا. احنا هنا كده اتعلمنا كذا اسم المدينه ايطاليه، عندنا باري وعندنا فيرنسا وعندنا بيروجيا. نو سونو دي بيروجيا، طبعا احنا هنا علشان ينفي ممكن يقول نو ايو نون سونو دي فيرنسا، او يقول على طول نو ايو سونو دي بيروجيا. اي كواله ماتيريا انسينيا، كوالي هنا أداة استفهام معناها أي، ودي أنا بقولها للاختيار لما يكون عندي كذا حاجة وبختار منها، وأي مادة حضرتك بتدرسها. البروفيسور روسي قال إنسانيو ماتيماتيكا، أنا أدرس أو أعلم لا ماتيماتيكا الرياضيات. سي برافا إن ماتيماتيكا، أنت شاطرة في الماتيماتيكا. طبعا هنا ممكن تقول له سي إيو سونو مولتو برافا، أو تقول له نو إيو نون سونو برافا إن ماتيماتيكا. هي قالت له إيه؟ أباستانسا، أباستانسا يعني بما فيه الكفاية، يعني مستواها متوسط. ما بريفيريسكو لا ستوريا، ولكنني أفضل التاريخ. تفتكري سينيورا سيهام هتدخل أدبي ولا علمي؟
لا اكيد بقى كده ادبي يعني، بريفريش لي بريفريش لاستوريا يعني. ايوه طيب سينيورا، انا عندي بس تعليق بسيط على الديالوجو. اتفضل. اولا النومي ديل سينيورا سي كياما روسي، تمام. هل كويستو نومي او اعسي او دي ديتي برسوني لو رقم سيني وكيارا زانيتي، وكيارا وكيارا زانيتي ما زانيتي قدامي. خلي بالظبط. بالنا الطلبه بتوعنا بيغلطوا فيها، خلي بالي ان اسم روسي ده هو النوم دي اونا بيرسونا، يعني اسم فرد شخص واحد. ايوه فعلا بينتهي بحرف الاي زي ما احنا شايفين، واحنا متعودين ان بنلاقي مثلا الاي فبنعتبرها بلورالي، ولكن لا طبعا يعني هي يعني هنقول لا ماجورانسا دي نومي ماسكيلي، يعني الاغلبيه الاسماء الايطاليه المذكره بتبقى بتنتهي بالاو فعلا. ولكن ما في يعني برضو عندنا زي ما السنيوره قالت دلوقتي، عندي روسي، عندي زانيتي، عندي مثلا لورا باوزيني اخرها الاي برضو اسم باباها يعني. فاذا عندي هنا يعني في بعض الاسماء اللي خلي بالي منها وانا بتعلم في الكتاب بتاع المدرسه، ان دي اسامي افراد ولكن هي بتنتهي بالاي، اذا هو مفرد. يعني لما يجي لي مثلا بروفيسوري روسي وبعديه فيرجولا، اذا هو هتعامل معاه، هل هتعامل معاه بتو ولا بلاي ولا مثلا بفوي؟ لا خلي بالي بقى، هو هنا مش بوي خالص لان روسي ده اسم شخص واحد فقط، ولكن لما يقول لي بروفيسور روسي وبعديه فيرجولا، هل هنا هقول تو ولا لاي زي ما السنيوره شرحت دلوقتي، ان اكيد طالما بقول له بروفيسور يعني بلقبه بهذا اللقب في الاول، اذا انا بس بكلمه بصيغه الاحترام اللي هي لا فورما دي كورتيزيه، يعني مش بقول له انت. يعني هل دلوقتي يا سنيوره في فرق بين لما يقول لي روسي وفيرجولا وبروفيسور روسي وفيرجولا؟ لما يقول لي هنا روسي بس وفيرجولا بفيرجولا، من غير ايوه سينيور، يبقى ما فيش لا فورمة دي كورتيزيه. لو في يبقى سينيور او بكلمه بانت بروفيسور، عليا تو. ايوه بالظبط كده، لو في بالظبط لقب يبقى كده. انا هنا لازم اكلمه بصيغه الاحترام لا فورمة ليه؟ دي كورتيزيه. تمام، يعني انا دلوقتي لما يقول لي كارلو غير لما يقول لي سينيور كارلو او بروفيسوري كارلو، يقول لي كارلو بعديه فيرجولا، فاذا انا بستخدم تو، يعني بصرف في الفيرب مع تو، يعني بينتهي بحرف الاي زي ما خدنا دلوقتي. انما لما انا اقول مثلا بروفيسور كارلو او سينيور كارلو وبعديه فيرجولا، اذا انا هنا هصرف مع لاي، يعني هاخد الفيرب يا اما اخره الا يا اما الاي زي ما اتفقنا. تمام كده. في حاجه تانية سنيوره في الديالوجو، اللي هي لما كيارا قالت للبروفيسور في تاني جمله على طول، قالت له سي بروفيسور الي كومي سي كياما، وحضرتك اسمك ايه؟ هل لما انا اسال هقول حضرتك اسمك ايه، هو هيقول لي حضرتي اسمي كذا؟ لما اساله بلاي، هل هو كمان هيرد بلاي؟ نو نو سي دي تشي معي، ما بتتقالش ابدا. ليه؟ لان انا بالعربي، حتى بالعربي لما اسال حد اقول له حضرتك اسمك ايه، هو هيرد يقول لي انا اسمي كذا. إذا عندي لما يجي لي مثلا أونا دوماند سؤال بلاي، ويبقى عندي بيسألني عن تصريف الفيرب في الإجابة، أنا أخلي بالي هو لما يكون سألني بلاي بصيغة الاحترام يبقى أنا بجاوب بإيو عادي جدا، ولو سألني كمان بتو أنا كمان برد بإيو، يبقى سواء أنا استخدمت لا فورما دي كورتيزية أو ما استخدمتهاش، طالما عندي الإجابة هيبقى دايما الإجابة بإيو. تمام، ده كده كان تعليقي على الديالوجو. تمام يا سنيورة، يبقى احنا هنا هنشوف جايب بعد لي بقى كده. القاعدة طبعا المكتوبة اتفضلي. بالإيطالي في كتاب المدرسة، بيقول لي إن إيطاليانو إي بوسيبيلي داري ديل تو، يعني في اللغة الإيطالية ما المفروض إن احنا من الممكن إن احنا نتكلم بصيغة تو اللي هي أنت أو أنتي. أونا بيرسونا إلى شخص ما، كومي فا البروفيسور روسي زي ما عمل بالضبط البروفيسور المدرس روسي، أبوري أو ممكن نتكلم كمان بصيغة دار دلاي اللي هي بصيغة الاحترام اللي هي معناها حضرتك أو حضرتك، كومي فا كيارا زي ما عملت كيارا في الديالوجو. يعني هو بيقول لي في الإيطالي ممكن نستخدم صيغة التو اللي هي أنت أو أنتي، وكمان أستخدم صيغة الاحترام اللي هي حضرتك أو حضرتك. In questo caso usiamo il verbo alla terza persona singolare. هو ده اللي احنا كنا بنقول عليه دلوقتي، خلي بالك كويس قوي، إن أنا لما أستخدم لي إذا هصرف الفيرب مع لي، يعني في لا تيرسا بيرسونا سينجولاري اللي هي يبقى عندي زي ما هي قالت كومي سي كياما، ما قالتش لي كومي تي كيامي، لا ما قالتش كده، لان كومي تي كيامي مستلفه مع تو، انما لما يقول لي او لا لي يبقى صرف اقول لي كومي سي كياما، وحضرتك اسمك ايه؟ اذا الفيربو لازم يتصرف مع لي طالما انا استخدمت صيغه الاحترام. بيقول كويستولتيما الى فورما دي كورتيزيه، يعني اللي هي صيغه ليديا اللي احنا بنقول عليها اللي لي، هي عباره عن فورما دي كورتيزيه يعني صيغه الاحترام. ايزيستي اونا فورما سيميلا نيلا فوسترا لينجوا، هل عندكم في اللغه بتاعتكم صيغه زي ديت؟
يا سينيورا. اعتقد عندنا طبعا ان احنا بس بنقول كوراميتي سي يا لحضرتك، سي. الفرق ان احنا هنا ممكن مش بنستخدمها فورمالي بس يا سينيورا سيهام، احنا م. بنستخدمها حتى للاب والام، يعني حتى اه مش بس فورمالي وانفورمالي، لا احنا هنا بندي لا فورما دي كورتيزيه، بنقول حضرتك وحضرتك. انا على فكره ممكن اقول للطالب بتاعي حضرتك وانا بتكلم، يعني اه احنا يمكن بتختلف شويه عن كلمه لاي، احنا طبعا بالايطالي هي فورمالي الفورمال. يعني احنا يعني سينيورا المفروض ان احنا نتعامل بيها مع كوالسيسي بيرسونا بيو جراندي دي نوي، يعني مع يعني اي شخص اكبر مننا المفروض ان انا بكلمه بصيغه الاحترام، يعني مش المدرس بتاعي اقول له انت. ولا الأب يعني والأم. اساسي الفورمه دي المفروض ان احنا نستخدمها، لا فورمه دي كورتيزيه، يعني مع زي ما احنا قلنا دلوقتي مع كوالسيسي بيرسونا بيو دي مي اكبر مني، فاذا دلوقتي يعني ودي طبعا اساسا بتدل على الريسبكت يا سينيورا طبعا. يعني أكيد طبعا، دي طبعا أكيد الكوني سينيورا. دوماندي، يعني على الديالوجو للسينيورا ايمان اريتو اللي هي بتاع صيغه الاحترام، وكان طبعا عنوان الديالوجو الي كومي سي كياما، يعني حضرتك اسمك ايه. طبعا بيقول ليجيتي الديالوجو طبعا على باجينا سوتشيسيفا، طبعا في الكتاب المفروض ان الاسئله دي قبل الديالوجو. فهو بيقول الاول اقرا الديالوجو في الصفحه القادمه يعني، وانت كاتلي انفورماسيون بريزنتي، وبعد كده قول لنا هل هذه المعلومات موجوده فعلا ولا لا. يعني هنشوف دلوقتي هل الكلام ده اتقال في الديالوجو ولا لا. البروفيسور روسي ادي بروجيا، طبعا هل احنا لو رجعنا كده، هي طبعا لما سالته قالت له الي اي دي فرنسي، حضرتك من فرنسي، قال لها نو ايو سونو دي بيروجيا، يبقى هنا اذا هنعمل فيرو. فيرو اوكي. لا سيكوندا دوماندا بيقول لي انسينيا دا مولتي اني، كريدو دي مدرس سي من سنين كتير. سي فيرو. فيرو اوكي. لا ماتيريا بريفريتا دي كيارا الى ستوريا، ولا لا ماتيماتيكا؟ نو نيرا لا ماتيماتيكا. طبعا احنا قلنا هي تدخل ادبي، هتبقى سي فيرو لا ستوريا. طبعا هي بتفضل ماده التاريخ، وكنا ولما سالها عن الرياضيات قالت له الى حد ما، قال لها انت بتفضلي، قالت له الى حد ما، اذا هي مش قوي يعني في الرياضيات. تمام. طيب كواترو بيقول لي البروفيسور روسي كروشي البادري دي كيارا، نو نو فالسو، لا هو ما يعني قال لنا يعرفش كيارا اساسا، يعني بالظبط هو كده، بيتعرف على كيارا بالظبط. لاول مره، يعني اكيد سيكورامنتي نون كروشي انكي البادري دي كيارا. طبعا احنا كده الجزء ده اللي احنا قلناه طبعا مولتو انترستانتي، هنشوف بعد كده بيقول لي ايه، بيقول لي ريجواردا لاتيفيتا، هنشوف هنا الانشطه بقى، وهنقعد ايه نلعب مع بعض كده شويه، نشوف الانشطه بيقول لنا ايه. كيدي اون بروفيسوري، حضرتك هنا هتبتدي تشوف المدرس بتاعك وتبتدي تكلمه بلا فورما دي كورتيزيه. احنا هنا هنعملها انا وسينيورا سيهام مع بعض. يا ترى هسأل هنا الميو بروفيسوري، هسأله على ايه؟ بيقول لي كيدي على اون بروفيسوري الا سو نومي، طبعا احنا اخذنا السو نومي معناها اسمه، وهنسأل النوسترو بروفيسوري على لا سو تشيتا دي اوريجينا. لا سو تشيتا دي اوريجينا او لا سو تشيتا، لا تشيتا ان كوي لوي ناشي او لوي ناتو، ومعناها المدينه بتاعته، الاصل بتاعه منين. لا ماتيريا كي انسينيا، المادة اللي هو بيدرسها، وهنسأله دوفي أبيتا. دلوقتي أنا هسأل السينيورا سيهام، أقول لها بونا سيرا سينيورا سيهام، بونا سيرا سينيورا كومي سي كياما. إيو مكيامو سيهام. ممكن أسألك هنا دا دوفي فييني، أو ممكن أسألها دي دوفي دا دوفي فييني، طبعا احنا هنا هنتكلم بلا فورما دي كورتيزيه لا ترسا بيرسونا، او هسالها بطريقتين. سينيورا سيهام دا دوفي فييني؟ فينجو دا فينجو جيزا. دا جيزا سي طيب دا تمام، جيزا ممكن دا اسالها ليجيتو، لو انا بقى يعني انا بيرسونا سترانيرا يعني، فلو احنا سيامو ايطاليا كنت هقول لحضرتك ايو فينجو دا ليجيتو. طبعا احنا هنا لو بنكلم اجانب يبقى هنا بلدك لا ناسيوناليتا، لو انا بتكلم احنا الاثنين مصريين وبنتكلم مع بعض يبقى هي لا تشيتا دي اوريجينا، اللي هي الاصل بتاعنا، احنا بلدنا ايه. هسالها برضو تاني بطريقه تانيه على لا سوا تشيتا او لا سوا ناسيوناليتا، هقول لها احنا طبعا سالنا اول مره بدا دوفي مع فيرب فينيري، دا دوفي فيينا، حضرتك جايه منين؟ ممكن اقول لها دي دوفي ايه، دي دوفي ايه. Io sono di Giza. تمام، يبقى انا هنا بكلمها بلا فورما دي كورتيزيه يا اولاد، لاحظتوا ما قلتلهاش دا دوفي ساي، انت منين؟
دي دوفي ساي وما قلت لهاش ده دوفي فييني، لا انا هنا استعملت لا تيرسا بيرسونا. كواله ماتيريا انسينيا؟ io insegno l'italiano. dove abita signora؟ io abito a Fesal. احنا هنا هنحاول كده ان احنا نعمل الاتيفيتا دي، ممكن نعملها بطريقتين، نعملها مع اوناميكو او اوناميكا، مع صديق او صديقه، ونبتدي نساله هنا ونتكلم بتو، لكن هنا نسال البروفيسور بتاعنا ونتكلم بلاي. كنا عايزين نقول كمان ان الاسئله ديت بتجيلي في سؤال التيما، يعني بعيد ان هي يعني لو هنبعد شويه عن ان هي اكتيفيتا يعني نشاط بنعمله ان كلاس، هنقول كمان ان الاسئله دي او الكلمات دي بتجيلي في التيما لما يجي يقول لي مثلا ديسكريف مثلا او بارلا دي لا تو اميكا، اتكلم عن صديقتك او صديقك واكتبي عنه اول حاجه بتعمليها ايل سو نوم، الاسم بتاعه او لا سوا تشيتا دي اوريجينا يعني المدينه اللي اتولد فيها، او لا ماتيريا، هنا بقى لو ماتيريا يبقى بروفيسوري اكيد يعني ممكن تبقى لا سوا ماتيريا بريفيريتا المفضله، لا ماتيريا بريفيريتا بالظبط كده، او دوفي ابيتا. فاذا دي كمان العباره عن العناصر اللي بتجي لي في سؤال التيما، فهي مش بس اكتيفيتا، ده يعني انا مولت امبورتانت كي اوست اكتيفيتا يعني مولت مهم جدا. ممكن يجي لي بدل دوفي ابيتا السو انديريتسو العنوان بتاعه. طبعا احنا ايه بناخد مرادفات كتير لان احنا عندنا بنختار اختيارين بالظبط. ايكوزي يعني ابيامو فينيتو التيمبو سينيورا، يعني ايرو مولتو كونتنتا يعني بكون كون لاي سينيورا يكون ستودنتي، يعني اسبريامو كي نو يعني ابيا يعني سيامو سبيكاتو توتو ديتاليامنت فيرامنت ايرا ان تيمبو ميرافيليوزو كون لاي. grazie signora. يعني ريبرينديامو لا نوستر ليزيوني لينيسترو ليزيوني لا سيتيمانا بروسيما سي ديو فيرا. سي جراسي سينيورا سيهام. شكرا أبنائي الطلبة لحسن استماعكم، وطبعا بنشكر منصة البث المباشر وتوجيه عام اللغة الإيطالية. جراسي أتوتي ألا بروسيما سيتيمانا تشي فيديامو.